فيلم يحكي عن سيناريو تعليم الفتاة وأهميته في الوسط الاجتماعي ومدى تأثيره في نفوس المواطنين، لذا جاء عرضه بعنوان دوبل جي أي تعني لعبتين، حيث قام بإخراجه وإنتاجه البطل والممثل التشادي هيكل زكريا المعروف باسم كونانيل الكانتو. وحمل الفيلم في طياته القصص المثيرة في الحياة الاجتماعية، لا سيما نبذ بعض العادات السيئة في الوسط الشبابي وتشجيع الفتاة للتعليم والتعلم. منتج الفيلم هيكل زكريا جدد عزمه لإنتاج الأفلام التي تحكي عن الواقع الاجتماعي في البلاد، وحث المواطنين بضرورة تعليم البنات لأنهن جزء من المشاركة في بناء التنمية وازدهار البلاد. كل هؤلاء المشاهدون للفيلم أكدوا عن توصيل رسالتهم. البنية ينتوه فرصة عشان في المطة في الدراسة، للأسف بعد من الأخوان سواء أخوان الكبار أو كبار أقصى والأليف يعني بيشوفوا مش على البناية في المدرسة، مش المشى يعني فودة الأوركي ماذا يحوك. البناية واجب لا تقري، البناية واجب تلقى مستوى مثل ما الولد. وفيلم بيتكلم عن عاداتنا وتقاليدنا ونظرة عن المجتمع الشادي للمرأة الشادية وخاصة البنات. مميز جدا جدا لأن كور متراج فيلم قصير بقى ممتع، إنه فوق وصايا كثير، إنه فوق عدة رسائل للجمهور التشادي وخاصة تعليم هن البنات وما جاء ذلك. هذه الجموع الغفيرة جاءت لتشجيع المنتج الكانتو عن دوره الإيجابي في إخراج الفيلم الذي تبلغ مدته الزمنية 38 دقيقة.